بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. من الأحكام أو الرخص التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أنه يجوز للمسافر أن يمسح على خفيه أو جوربيه 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة. ومن أحكام المسح على الخفين أنها تبدأ من أول مسحة بعد اللبس، لا بد أن يلبسها على طهارة، فإذا لبسها فإن المدة لا تبدأ من حين اللبس ولا من أول الصلاة، وإنما تبدأ من حين المسح متى ما مسح عليها. لبسها مثلا صلاة الفجر ثم مسح عليها صلاة الظهر فإنه يبدأ من صلاة الظهر. فالمقيم له يوم وليلة ما يقارب 24 ساعة، والمسافر 3 أيام بلياليهن 72 ساعة. من أحكام المسح على الخفين بالنسبة للمسافر، إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر لأن الحكم وجدت علته وهو السفر، فله أن يمسح 3 أيام بلياليهن. عكس هذه المسألة إذا كان مسافرا ثم أقام، إذا كان مسافرا ومسح على خفيه ثم وصل إلى بلده أو أقام، فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، مثلا مسح وهو مسافر ما يقارب 12 ساعة أو نقول 24 ساعة، فإنه إذا وصل فإنه يخلع، لا يجوز له المسح، لا يجوز له المسح على الخفين. أما إن كان قد بقي من المدة شيء، مسح وهو مسافر 12 ساعة فأقام، فإنه يتم 12 ساعة، فله أن يتم تلك المدة ما دام أنه بقي منها شيء. نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى.